والحين يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ مطلق الزايد، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، ورح يكون حديثنا عن خطة العمل القادمة لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في ظل الحظر الجزئي. حياك الله أبو يوسف ويانا، ومساك الله بالخير. مساكم الله بالخير ومساء الخير، كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيكم، ونرحب فيكم دائما بهالبرنامج الشيق هذا اللي اعتبره انا برنامجي صراحه يعني. يا حياك الله استاذ مطلق، في البدايه ودنا تعطينا فكره والساده المشاهدين عن اليه العمل في الشركه خلال المرحله الاولى من الحظر الجزئي. في الحقيقه اول شيء انا اشكر لكم المقدمه الطيبه اللي ذكرتوها، واحنا في شركه مطاحن الدقيق والمخابز الكويتيه نعمل من بداية شهر 3 يعني لما صارت الأزمة الحقيقية إلى اليوم ومستمرين فيها. أما المرحلة هذه الأخيرة الآن تفرق عن المراحل السابقة اللي هو الحجر الكلي وما سبقه، صحيح إن أولا إن احنا راح نكون مستمرين في الإنتاج مثل ما كنا قبل مستمرين بالإنتاج، لأن مثل من المعروف إن إنتاجنا وخصوصا إنتاج الطحين والمخابز لا يمكن الاستغناء عنه. صحيح. ولهذا السبب إحنا مستمرين، وإن شاء الله في ظل هذا البلد الطيب راح نكون مستمرين. بس اللي فرق في هذا في هذه المرحلة وابتداء من اليوم إحنا افتتحنا أكشاك المخابز اللي هما البيع من المخابز يعني مباشرة. نعم. إحنا كما تعلمون عندنا ثمان مخابز فيها أكشاك بيع، وإحنا قمنا بفتح هذه المخابز من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 5 حسب قوانين الحظر، والحمد لله من ابتدأنا اليوم صباحا إلى سكرنا قبل أكثر من ساعة البيع مستمر ومن أفضل ما يمكن، و ويعني بكميات كبيرة لكن بدون زحمة وبتباعد ومن أفضل ما يمكن والحمد لله. الحمد لله. الله يعطيكم العافية أبو يوسف. ودنا لو تكلمنا عن خدمة مبيعات الأعلاف غير المدعومة أونلاين، ومنو المستفيدين من هذه الخدمة؟ نعم، في بالنسبة لهذه الخدمة حقيقة طلعتها شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، لأن هي مثل ما هي رافد ل مبيعات الخبز والطحين والمعكرونية مثل ما تعرفون والزيوت، أيضا هي رافض في موضوع الأعلام. نعم. إحنا عندنا إحساس أن المربين كانوا محتاجين أنهم يكون لهم بعض يعني أنهم يشترون بعض الأعلام، وخصوصا الأعلاف الغير مدعومة، وهذا طبعا سقف لئلا يرتفع سعرها في السوق الخارجي. نعم. فاحنا وفرنا هذا الموضوع بناء على بالحجر الكلي واستمرينا فيه الى اليوم. هذه الخدمه بيع الاعلاف يكون التسجيل عن طريق الاونلاين. نعم. ويكون الدفع عندنا احنا والاستلام تقريبا في نفس المكان. جميل. فهذه خدمه لاستكمال دورنا في الامن الغذائي. جميل جدا. يمكن ابو يوسف شدتني نقطة ذكرتها قبل شوي بأن الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي اتخذتوها لسلامة العاملين والمستهلكين كذلك، يا ريت تكلمنا عنها. صراحة احنا الإجراءات الوقائية شيء مو غريب علينا، يعني أكيد. احنا نتعامل مع مادة يعني مادة الخبز ومادة غذائية، فالإجراءات الوقائية دائما موجودة. بس اللي زاد عليه في المرحلة هذه احنا طبعا نقوم دائما في تحطيم المصانع من داخل وقياس حرارة عمالنا. نعم. وكل هالأمور هذه، بس اللي في المرحلة الجديدة اللي عملناه هو تعقيم كل أكشاك البيع والأرضيات اللي عند أكشاك البيع والشبابيك اللي ينباع منها، وكل هذه عقمناها عشان لاستقبال المستهلكين من المواطنين والمقيمين. نعم. نعم استاذ مطلق، نبي نطمن المشاهدين عن المخزون الغذائي وحجم الانتاج اليومي عندكم.
انا الحمد لله يعني احب اطمنكم وان شاء الله انهم مطمنين، لان من ابتدينا والحمد لله يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نوفي، بس الله ان شاء الله يزيل هذه القمه والجائحه هذه باذن الله. احنا من ابتدينا لبينا تقريبا اكثر طلبات المستهلكين سواء كان المواطنين او المقيمين، يعني لبرنامج مساء الخير انا اقول هالمعلومه، اليوم احنا وصلنا الى امس في نهايه الحجر الكلي الى 411 مليون خبزه منتجين ما شاء الله للمواطنين ولكل من يقطن هذا البلد. نعم. فالحمد لله واحنا مستمرين في هذه الخدمه والحمد لله. الحمد لله. فنطمنهم ان الانتاج مستمر ان شاء الله. شوفي لما يكثر اكثر هم احنا نكون حسب طلب الناس، طلب نعم. الناس اذا كان اكثر فاحنا ننتج اكثر، اذا اقل فاحنا نعتبره فرصه ونقلل. صحيح. فاحنا مع طلبات الناس كلها. جميل جدا. سعد مطلق، يمكن مع اضافه في مناطق جديده تم عزلها حاليا، هل تم التخطيط لسد احتياجات سكان هذه المناطق؟ نعم، احنا عملنا خطه استباقيه نعم. قبل لا تنعزل هذه المناطق، يعني ممكن اي منطقه تنعزل يعني. صحيح. ففي خطه استباقيه في هذا الموضوع. فاللي حصل في لهذه المنطقتين او الثلاث اللي حصلوا بالنسبة لمنطقة الفروانية والخيطان، احنا لدينا مخبز في منطقة خيطان، فمخبز منطقة خيطان راح يغطي خيطان والفروانية بكل من فيها، ولديه الطاقة الكبيرة انه يغطي هذه المنطقة. حلو. وراح يكون شغال 24 ساعة، وراح يكون الكشك البيع، منفذ البيع اللي فيه شغال 24 ساعة لتغطية كل احتياجات المنطقتين ذولي للمواطنين المقيمين. نعم. أما في منطقة حولي اللي هي أيضا من جزء من خطة العزل، إحنا في بيننا وبين جمعية الروبة اللي هي تتبع لها جمعية حولي، تتبع لها منطقة حولي، تنسيق كبير حقيقة في التوزيع على الأسواق المركزية وعلى أفرع الجمعية. نعم. وايضا على البقالات الموجوده هناك عن طريق موزعينا المعتمدين. جميل. فهذه الخطه كانت موضوعه لهذا الموضوع، والحمد لله اول اليوم هذا بشاير ان الخطه فيها نجاح والحمد لله، لان الناس كلها حصلت على منتجاتنا في سهوله ويسر. نعم ابو يوسف، هل في رساله حابه توجهها حق مشاهدين مساء الخير يا كويت؟ أنا بس اللي بقول أنا أتشكر منكم على هذه المقابلة، وأتشكر منكم على الإشادة حقيقة منكم، وبقول لكم أن احنا إن شاء الله راح نكون مستمرين معاكم ونؤدي الخدمة على أكبر وجه. جواكم الله. اللي وضعها الناس فينا واللي وضعتها الحكومة فينا، نسأل الله أن نكون قد هذه الثقة. قواكم الله وعساكم على القوة. أكيد كل الشكر لك أستاذ مطلق، مستمرين معاكم.